السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. الحمد لله، تفضل. ابنكم فضل عبد الحكيم أسيوط. يا مرحبا يا فضيل الشيخ فضل، تفضل. حضرتك، في بعض الناس بيطلق زوجته علشان يطلع ابنه من الجيش. طلاق على ورق. هل هذا الطلاق يحتج به؟ نعم محسوب يا أخي، لأن هو يوقع. يعني هو يوقع على القسيمة. والتوقيع بمثابة التلفظ، فإن كانت هذه آخر 3 تطليقات فلا تحل له المرأة، أما إذا كانت أولى أو ثانية فله أن يراجعها. بارك الله فيك وإياك.